أنا راح أغير النادي اللي أنا فيه علشان لا أشوفه. أنا ما صدقت أمي تصير وياي زينة. والله كيفك، بس ترى البيت قدام البيت، يعني بتدخله وتطلع بتشوفينه. أنت لازم تحطين حاجز وما تخلينا لا يتقرب لك ولا يتصل فيك. وإذا النادي كيفك، إذا بتطلعين منه طلعي. إيه بس خلاص أبي أطلع منه، ما أبي أشوفه، ما أبي أضعف قدامه. يا عفية عليك، هذا التصرف الصح، لأنه لو في خير كان خالتي ما ردته. الريال في خير، بس أمي ما تبي تعترف بهالشيء. أنا ما صدقت إنها قاعدة تعاملني زين، ما أبي أضايقها. لطوف أنا مو قدها. زين خلاص بسوم، لا تسوين روحك كذي. بسوم قومي معي، قومي. الخميس الذي فات رحنا انتما شبحة ولي. الله يعافيك. الله يعافيك. ايش فيك رديت مبكر؟ كنت اتمرن بالنادي وقلت هيا ريح شوي لان عندي دوام العصر. حبيبي انت روح يما، روح ريح بس يخلص القضاء اقعدك. قوم يما. خبرت في الموضوع اللي كلمتيني فيه يما؟ طول الليل ادعي لك يا يما ان الله يسعدك يا يما ووفقك. الله ما راح يوفقني اذا انت مو راضي عني. يا يما رضاتي انك تكون سعيد. دام تشوفين ساعات مع عبير توكلي على الله انا موافق. ركان صدق؟ يسلم عمرك يا يما صدق؟ يعني انت شايف انك انت راح تكون سعيد مع عبير؟ دامني شفت هالفرحه بعينك راح اكون مستانس. يا بعد قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب ان الله بيبلغني فيك يا ربي الحمد لله. خلي يوافقون بالاول يما، ايش فيك؟ لا يما هم موافقين وهم شارينك يا يما. انت ايش دراك؟ شلون ايش دراني؟ راكان لزرتهم عبير ما تدري ايش تسوي، تقعد تلوي تلوي تدوده، البنت وايد تحترمني. اي أيوة والله والنعم فيها وبتربيتها دام انها تحترمك. يا يما بتشوف يا امي ان اختيار امك مو هين يا يما، البنت خوش بنت وما راح تلقى احسن منها. اي توكل على الله. اخاطبها اليوم؟ تو الناس ليش مستعيله يما؟ لا يما يعني عشان تقعد معاها وتسولف وياها، تشوف اخلاقها وتشوف شلون تتكلم. توكل على الله. يا ربي الله يفرح قلبك يا راكان ويسعدك يا ربي مثل ما سعدتني يا رب. هلا بسمة، شلونك؟ أنا آسف إذا قاعد أضايقك بسمة. إذا رديتي على هالمسج بعرف إن في أمل إن إحنا راح نرجع حق بعض. وإذا ما رديتي أوعدك إني أنا ما راح أضايقك مرة ثانية. واللي يسلمك ردي علي، أبي أسمع ردك. شرد عليه. شوفي انا مالي شغل ايش كاتب، بس انت لازم تحقرينه، حقري لا تردين عليه، دير بالك. بس هو Thank you.
يمه. هلا امي. شو قاعده شايل الحزه؟ يا يمه انت بطيت حاتيك؟ شو تحاتيني يا يمه؟ الله هذا كان بالدوام. اي انت تعشيت؟ لا ما تعشيت بعدني يمه. يعني اجهز لك العشاء يمه؟ ترى انا للحين ما تعشيت. وليش عاد يمه؟ ليش تسوين بروحك كذي الله يهداك؟ لازم تتي وتعشى معك يا يمه. يلا يا الغالي سوي لنا عشاء. حاضر يلا بدل هدومك بسرعه. ان شاء الله. طولان لسانك بهالفتره يحكي مثل العالم مع ابي. مليت من محاضراتك كل يوم بتضربي زي سوى فيها زي سوى تستاهل زي سوى فيها فلشها ليش قيرت يا حافظ شكو ما نبي الاخبار من نصدق بهالاخبار كلهم كذابه يبا ملينا من هالمسلسلات واحنا ملينا من الاخبار ما نبي الاخبار خالتي لا تحاتين انا مسجلتها زين شو شفت صدق الناس قامت ما تستحي ولا تنتخي شو اللي صاير اتصدق يدورون اللي فيه مقتة ويطرشونه يعني لو أنا ما أسويها أطرش مسج لصاحب الشان في طنازة أو في تحقير له زين من اللي متطنز عليك؟ مو علي أنا دازين مسج عن ولدي ولدي عبد العزيز صدق ما يستحون على وياهم أنت احقريهم وما لك شغل فيهم لا تردين عليهم ماني رد عليهم ليش أرد عليهم لكن شيء يحر يتحجون على ولدي وهو ما سوى لهم شيء يما عاد الحين استلمي اللي محتار واللي يتبلى متعودين على هالحركات عاد الا ولدي خط احمر ما بحد يقرب يمه مو علشان شيء لان ادري فيه ما يغلط على حد فما بحد يغلط عليه انزين الحين انت اللي دازتها لك هذه ايش تبي توصل له انت فهمت منها شيء توصل له تبي توصل حق الحرات والقهر بتقهرني مصورتها من تويتر ومطرشتها لي انزين امسحي امسحي ولا تحري نفسك انا ماني فاهم هالتويتر هذا كل قام يدش اللي يسوى واللي ما يسوى قام يكتب يبا امسحي ولا تحري نفسك اسمعيني بس خالتي لا تحاتين هو مجاب التويتر 24 ساعة بس اسم الله عليه قوي وعارف حق هالسوالف ما يتأثر حسبي الله عليهم حساب يكفيهم يعلم ما يربحون يا رب ترد كيدهم لنحرهم وتحمي ولادي حط على المسلسل خلينا نشوف الصار بعد على هذه اها خلص كالكدرات هورا كان ايش فيك ما تاكل؟ ما ادري مو ما ادري مع اني طول اليوم ما اكل ولا شيء بس احس اني شبعان لا عاد يا ركان أبيك تاكل وتشبع وتشتهي الأكل وتفتح نفسك على الأكل بعد لأن عندي خبر بيطيرك من الفرحة بشري يمه بشري أهل عبير وافقوا يا يمه يعلى إن شاء الله مبارك وسعيد وافقوا من قبل ما يشوفوني يا يمه الناس سائلين عنك وعارفينك ناقص بس أنت تشوف العروس يمه أنا للحين ما شفت البنت يمكن ما تعجبني ويا عاد راكان لا تضيق خلقي يمه لا ضيق خلقك ولا شيء بس الطريقة وايد عتيجة يمه شلون يوافقون من قبل ما حتى أنا أشوفها يا يمه الناس شارينا ويبون قربنا وشفتها وما عجبتني شلون أخاف أروح وتفشل يمه يا يمه أنت روح شوفها وبعدين قرر إذا رحت شفتها وما عجبتني مو تزعلين أنا يا يمه ماني زعلانة أنا أبي لك الزينة يا حبيبي أنت أبي لك واحدة لي شفتها ينشرح صدرك تعتبرها يا يمه إيه أمك وإيه أختك وهي روحك ودنيتك بعد راحت دنيتي يمه واحد ركان يمه ترى انت مو اول واحد ترد غيرك يرد مره ومرتين وثلاث واذا الشيء مكتوب لك يا يمه قصبا على الكل بيصير لك واذا مو مكتوب لك يا يمه الله بيبعد عنك خير ان شاء الله خير ايش قلت باشر نروح لهم يما عاد مو كذي كل شيء بسرعه بسرعه ايش فيك؟ ويا يما ابيك تطلع من ضيقة هالخلق يا يما مو بهالطريقه مو بهالطريقه اللي قاعد تسوينها يا حبيبي اكو واحد يبي يروح يشوف خطيبته وضايق خلقه كذي يما خليني اشوفها بالاول عشان تقولين خطيبتي وانا حاسه يا يما انها بتصير خطيبتك ومرتك وام عيالك بعد يلا علشان امك اكل عاد يلا يما عاد اكل
الو عبدو، يلا خلي الخير يطلع سيارة. اي اي يلا يلا. واي هلا خالتي. هلا يمه، صدقين عيني ما يشفيها، كحلتي ما هي راضيه تضبط. اشوفك. بسم الله عليك خالتي، ما في شيء؟ ما نمت البارحه بالليل، طول الليل ما نمت، ما نمت زين موليه، وسب الكلام اللي كتبوه انا ولدي حسبي الله عليهم على من قتلي. خالتي ما لك شغل فيهم، حقريهم، ما رد عزيز بيثبت لهم العكس. الله كريم. بس امه وينها؟ راحت النادي. وهذه ما تروح معانا توجب تقوم بالناس؟ كل قام تروح بهالدار ولا بالرياضه؟ خالتي أحسن لها، أحسن من القعدة. هذا اللي بنروح لهم لازم نروح لهم، واجب، وقفوا معانا أيام الانتخابات، ما يصير ما نرد لهم الجميل، صح ولا لا؟ صادق يا خالتي. والفوشيا قاعد يحكي، امشي بس والحمر ما يغرس. قطيعة قطيعة قطيعة، ذبحونا هالدياي، ذبحونا. شنو هذا؟ بس خالتي شوقون. أي شوقون؟ شو هذه أهم؟ دياي شو يشوقون؟ بعدين اللي يبدي يا ربي يحد يرباله عليه يربي عدل، مو محيطة عند لوادم، باكر بيوصلون لي داري إن شاء الله. يلا امشي. لا أنا ما عمري شفت دياي ياكل ورد، قطع هذا مو دياي، دياي رومانسي. امشي أهو. دياي الله هدايا مع دياي. شنو هذا؟ دياي انزق كذي انا ما شفت. باكر يوصلون غرفة نومي. ماو اسمع، لما الحين انطر الرد منك، صدقيني انا متمسك فيك لاخر لحظه، لكن ما بيحرجك اذا رديتي علي الحين، بعرف انك متمسكه فيني وراح انطرك لين اموت، واذا ما رديتي انا اسف على الازعاج. بصراحة الوضع ما ينسكت عليه، شيء يحر، ما حد همه مصلحة الديرة بالذات الصغار. من عمر الدنيا والناس تشكى وما عاجبها شيء، حمدي ربك ترى احنا بخير ونعمة. أدري، وين اللي وعدونا بالإصلاح؟ وين كلامهم أيام الانتخابات؟ ولا كل حكيهم كذب بكذب؟ هذا الميدان يا حميدان، ما أشوف اللي في بالي فلح ولا نازل حق مصلحته بس. أم محمد منو تقصدين؟
مع احترامي حق أمه اللي قاعدة، بس أنا قاصدة أبيها توصل له الكلام، أقصد عبد العزيز. الله يهداك يا أم محمد، عبد العزيز ما صار له شهر من نجح، مداد حكمتي عليه؟ ترى كذي ما يجوز. ما علي يا أم محمد، بقول شيء اسمحي لي. ولدي عبد العزيز كلكم تعرفونه، ولد خير ونعمة الحمد لله، مو قاصره شيء عشان يدخل انتخابات ويستفيد. ولدي داش عشان مصلحة ديرته وعيال ديرته، بس احنا ما يجوز لنا شيء. على الاقل كان حشمتيني، حشمتي مريته اللي جايه معاي. محشومه يا ام عبد العزيز، تدرين مو محمد ما تقصد. والله كلامي ما يزعل، والكل يقول مو بس انا، ولا خلصت الانتخابات خلصت حاجتنا. لا ما احنا بحاجتكم ولا انتم بحاجتنا، الله لا يحوج احد للثاني، بس اقول هذيل عيالكم جربوهم وبعدين تحكوا وحكموا. وعلي علينا احنا كلنا كذي، ما يجوز لنا شيء. طالعوا لديار الثانيه وعلي، انا ما حكي عن اليوع والفقر، الحمد لله كلنا بنعمه وخير. انا حكي عن الحريه، احنا وجههم مخيطه ما يقدرون يقولون حكوه، واحنا هني لسانهم يلطلط. قومي يما قومي. ايش فيها هذه؟ ايش قلنا؟ خالتي لا تحرين عمرك، تلقين احد من اهلها داش الانتخابات وما فاز، وحطت حرتها كلها بعزيز. يا القهر، انا شيخه اقعد بمقعد وحده تقط علي حجوه، ولا ارد عليها الكلمه بعشر؟ ومتى صارت؟ ومتى اللي كل يخاف مني ويهابني؟ ليش؟ ليش اني ام عضو ولازم اكون دبلوماسيه، وانا مع الدبلوماسيه طل. انا ما يتحرى اني ما زرتها، ما قطت عليها كم حجوه، ما سطرتها. الدنيا دواره، بيجي وقت واشوفها واوريك فيه. دكتور رقم في حاله طارئه. يلا قلبي عبرني ما قدرت انا السمع. خالتي ضبطك مرتفع. ادري ادري ادري، اشوف اشوف لساني اللي صق بلهاتي، لساني اللي صق بلهاتي. يا حسرتي، حرتني حرتني على ما تربح، حرتني. لا مو بس حرتني، حرتني وفشلتني. وانت عسامك ما تسمعين احد يكلمك كذي الا اشتطيتي؟ انت راعيه الضغط، يبا يا مالك بتسمعين من هالحكي والقيل والقال. لازم تتعودين عليه، ولدك الحين شخصيه عامه. هدت كل الاوادم، هدت كل النواب والسياسيين، وقضبت ولدي قامت تحكي فيه وتحش فيه. مو يبا انا قايل لك انت راعي الضغط، حطي بالك على نفسك، مو عسى ما واحد قال لك شيء الا ارتفع ضغطك وسحتي علينا. انت الحين تنصحني؟ ولي يرحم والديك، لا تنصحني، لا تنصحني يا ابو عبد العزيز، انت لحوشك ادنات الدون، ادنات الدون تبغط علي هني، ويا رنزبي رايح وليمون ياي، لفحه هوا، هدر ولدي، ما تبيني احتر على ولدي؟ يا ربي هذا ضناي. يبا اكيد بتحترين، بس انا قاعد انبهج، حطي بالك لا تصيرين مشلوطه. ابو عبد العزيز واللي يرحم والديك، لا تزيد همي، لا تقتني، لا تحرني. يمه يمه لا تقتون، لا حد يقول شيء. اوه هلا امي، هلا حبيبي. سلامات سلامات عسى ما شر. سلامتك، ماكو شيء علي الا العافيه، ماكو شيء. سلامتك. كل هذا ما فيك شيء، صايحه على الغنفه الله يهديك تقولين ما فيني شيء؟ لا وي شويه ضغطي مرتفع، اخربط نفس دنعه. جبنا مالحه زيتون موالع، وبعدين طبخنا بعد يكتب هالملح كت، مو كذي؟ اي خالتي. سلامتك سلامتك يا الغاليه. الله يسلمك. ان شاء الله عدوينك يمه. ان شاء الله يا رب، باقيتها منك ضربه قاصمه ما وراها علاج. الحين ادقلك على الطبيب اخليك للبيت يمه. لا لا يمه، ما له داعي ما له داعي ما له داعي، ما فيني شيء. الحين اشوف يا عبد العزيز شنو صفته احسن. ما تدري؟ عبد العزيز وهو شفاي وهو دواي. ابو عبد العزيز سلمك رطوب، شوفي ضغطي مره ثانيه. ان شاء الله خالتي. ما شاء الله ريحه الصبور سابقه سابقه. والله يا امي زين هالريحه، ماكو عليها. عليك بالعافيه يا يمه، عليك بالعافيه. عافي قلبك. اقول يمه. أمري يمه. حبيبي ترى انا كلمت الجماعه وهم موافقين، بس يبون يشوفونك. لا تشوفين يمه، بس
أتأكد من دوامي لأن ساعات دوامي يصير الصبح ساعات الليل فما لي حزة معينة إن شاء الله. أقول ركان عن العيار يمه، ترى جدول دوامك كله أنا حافظته، عارفة متى دوامك الصبح ومتى الظهر ومتى الخفارة، يعني لو تسمع لي أسطر لك. أدري يمه حافظة الجدول يمه، ساعات يتصلون علينا ضروري لازم نكون متواجدين بالمستشفى لأن تكون في حالات طارئة، فأهد كل اللي بيدي وأروح. هما يا يمه يدرون أنت دكتور وعارفين شغلك، وإن شاء الله المستشفى ما يتصلون فيك يا يمه، الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمين. ها يا يمه نروح لهم باكر؟ إن شاء الله يما إن شاء الله. بس عاد إذا صار شيء وما قدرت أروح وياك لا تحطيني بخاطرك. وش حقي يا يمه أزعل؟ وبدعي لك بصلاتي إن الله يسهل أمورك. عيمة شلونك الحين؟ لا الحمد لله أحسن وايد. زين عيالي يلا تعالي قعدوا ويانا يعني بالصالة عافية. لا 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 خليني قاعدة هني برتاح بعد شوي أنزل لكم. زين على راحتك. من منه المسج؟ مدرب مال النادي ما بيشوف إذا بي ولا لا. ليش المدرب بتعود يدزلك مسجات؟ لا بس إيه بس لك وافيره يما لما تبينها بتشوفين متى بتي ومتى بتروح، يعني لازم مواعيد بالتليفون. اروح على الصاله. تيسري. بس ما انا داز مسج اترخص منك ومجابرتني اني اخطب بنت صديقتها، انت ايش رايك؟ ردي علي، ردي علي عشان يصير عندي عذر اني ما اروح، وانا مستعد انطرش طول عمري. هو مو قلتي بتروحين الصاله؟ يما خفت ابين تتاخرين شوي فقلت ايش داري؟ تسوين بدهرج؟ ارتاح. تحتي؟ لا هو انت الحين بس ما بي. اي تعالي تعالي. يلا يا ربي يا حبيبي انك توفق اولادي وتسهل امره يا رب وتوقف لعيال حلال. تعالي امه تعال. مساك الله بالخير يما. هلا بامي وطوايفي واهلي كلهم. هلا فيك. شو فيك راكان؟ مخنوق يما. وايد مخنوق. قلبي عورني. متضايق. متوتر. ما ادري ايش فيني يما. بسم الله عليك الرحمن الرحيم يا يما. ما فيك الا العافيه. شو فيك الله يهداك؟ هذا يمكن لانك تبي تروح تخطب يا يما وحده ما تعرفها. اول مره تشوفها. ترى ساعات الحياة كذي يسوي في الواحد. لا يما خطبة عن خطبة تفرق. وانت ما تبي تنسى الموضوع هذا يا يما؟ ما تبي تقطه ورا ظهرك؟ ترى الشطارة ان الواحد ما يلتفت وراه، يمشي لقدام وش يقدر بيا يما. تلقاهم الحين هما يطلعون ويدخلون ويسافرون ويتضحكون ولا شيء هامهم، والقهر والحسرة بقلبك انت يا يما. الله يحفظك يا يما. واكيد ان شاء الله يا يما لما نتخطب تغير امور كثيرة. ما فديتك وفديت عيونك يا يما. تعال يا يما تعال تعال خليني اقرا عليك. تعال تعال يا يما. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. سميتك بسم الله محمد رسول الله. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. هذه عين وصابتك يا يما، عين ما صلت على النبي.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا لا ما انقطع معاك معاك يا سميرة. يا هلا حبيبتي، بخير؟ كلنا بخير الله يسلمك. انت شلونكم والعيال شلونهم؟ نورة ايه عارفة ايش فيها؟ ايه والنعم والنعم عشت انعام. لا لا مهي مرتبطة الحمد لله، ما يا نصيب يعني ظروف امريني. ايه خير ان شاء الله، خليني اكلم ابوها واشوفهم واشوف البنية. انت تدرين شلون؟ خلي نورة تكلمني وانا اتفاهم معاها. مشكورة حبيبتي ما قصرتي يا عمري، الله يسمع منك. الله كريم الله كريم، والنعم في الجميع. مشكورة حبيبتي. لا والله ما عطلتيني، انا بروح المستوصف اخذ ادويتي. مشكورة حبيبتي، خير ان شاء الله، مع السلامة. يما يما مساك الله بالخير ام عبد العزيز. يا هلا وغلا مركان، شلونكم؟ الله يسلمك، انتو شلونكم؟ ان شاء الله طيبين. والله بخير، عساك بخير. ركان شلونك؟ بخير والله. عاد انا يا مركان عندي شكوى، ولي يرحم والديك، وارجو انك تاخذينها بسد الرحب. تفضلي امري يا اختي. ديايكم ذبحنا تلف الورد، امنا بالله، لكن الحين تلع القنفات قاموا ينتفهم. دياينا دياينا من القفص ما يطلع، على شلون طلعوا من الحوش؟ لا لا ادري انهم مؤدبين، ما لهم عاده يسوون كذي، بس انا حافظتهم ديايكم يا اختي من يومهم كنت اكيد عرفتهم، حافظتهم من هديك النحيس مالكم، كل ما بطلت الباب نطبيه. ديكنا ما عاد يسوي كذي، اخاف مو دياينا، دياي الايران. لا لا ودياييكم اصلا ما حد يربي دياي بالفريج غيرك انتي. حاضر يا ام عبد العزيز، مالك الا طيبه الخاطر، ما اخلي دياي وطوط حتى عند بيتكم. مشكوره عاد قضبيهم ولا ترى شوفي اطرش لك نقصه مشبوز دياي وهم فوقه مسدعين. يلا يبا يما ليش سلمين عليها؟ هورا كان ايش فيك يا يما؟ المره سلمت علي بعدين هذه ام عبد العزيز يارتنا طول عمرها يارتنا، اشوفها ويه بويه ما تبي نسلم عليها. يما هذه ردت ولدك؟ يا يما يا حبيبي ما فيها شيء يا حبيبي، ترى هذا شيء وموضوعنا شيء ثاني، لا تقعدين تتخلط الامور. والله العظيم عليك يا راكان، يعني زين رفضوك يا امي؟ ترى الزواج مو بالقصب، هم لهم الحق انه يرفضون ولا يقبلون، وبعدين الزواج يا امي قسم ونصيب، وانا اقول يمكن اللي صار خيره. حتى كلامها عن الدياي انا اعتبره اهانه. هورا كان ايش فيك اي اهانه؟ يا يما يمكن دياينا اذاهم؟ اي والله انا يمكن نسيت الباب وما ادري طلعوا اذاهم. يما لهالدرجه تشوفين اللي قالته ما في شيء؟ لهالدرجه انت طيبه؟ يا يما ترى ما فيها شيء، يمكن باكر خدامها يا يما ياذوني، من حقها اني انا اي وانبهها واقول لها، هي يمكن ما تدري غافله، لازم يا يما انبهها، ترى من حق الجيره. والله يا يما ما في مثلك، والله يا يما ما في مثلك. مشكور يا بعد قلبي، يا يما في مثلي واحسن مني بعد. لا يا يما ما ظنيت ان في اللي احسن منك، هالزمن تغير حيل، هالزمن زمن تسكر البيبان، صار الواحد يدور الزلع الثاني، ما حد يتغاضى عن احد، ما حد يسامح الثاني، الاخو صار يقرا اخوه، والاخت تسد الباب وهي اختها. ارجع اقول لك يما زمن تسكر البيبان. الا باب قلبي يا يما ما اقدر اسكر، انا باب قلبي يا يما مشرح، صدري وسيع للكل يا امي، ترى الدنيا ما تسوى، الدنيا فانيه يا امي، انت لازم تترك هذه الدنيا وتبقى بالسمعه الطيبه، باكر لي ربك خذ امانته، اللي يترحموا لك ما يقولون ويع وقطيعه ما تفتكينا منه. عسلش طولة العمر يا يما. سلمك يا امي، خليك لي يا رب.
وربي يهديك يا رب ويصبر قلبك. هلا عزيز، أدري إنك بالديوانية. لا لا لا، ما فيني شيء، بس أنا عمري ما طلبتك شيء، بس حسيت إني ولهانة عليك وودي كذي نطلع نروح سينما مع بعض أو نتعشى برا، شو رأيك؟ صدق؟ اوكي ماشي، يلا باي باي. يا حي الله منيانة، حياكم الله. الله يحييك يا فديت. سهل مباركة والله. يبارك بعمرك يا بعد قلبي. الا وين عبير؟ الحين يا قلبي تنزل الحين الحين. ركان يما ما شربت العصير. ان شاء الله خالتي هنا. تفضل تفضل يا ركان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا بالزين. هلا أمي، هلا حياتي. أنت شلونك؟ الحمد لله، الله يسلمك. ركان، ما تبي تسولف يا عبير؟ إن شاء الله. عبير شلونك؟ بخير الحمد لله. وين تشتغلين؟ مدرسة. مدرسة شنو؟ رياضة أطفال، روضة يعني. يما أحسن، علشان ترجعين البيت مبكر، تجابلين عاد ريلك وبيتك وعيالك وطباخك، بعدين يا حال ما يتعبون لفاق، نقزتين ويخلص الدوام. يا عاد خالتي صادقة. اشربي ما اشرب. ما شاء الله تبارك الرحمن، ايش هالزين ايش هالحلا، وانا بس اتحالى عليك. وين بطلع مع عزيز نتعشى؟ وي حلاتها، هذه الساعه المباركه، عفي عليك، طلعي روحوا استانسوا. خالتي انت من وين جايه؟ انا يا من المستوصف، رحت اخذ ادويتي ورديت. زين خالتي ايش رايشتين معنا؟ وش حق عذول؟ لا يا عبتي، روحوا انتوا استانسوا وتعشوا وتمشوا ولا تردون الا الفير. شالو يلا يا امه حبيبتي، الله يسعدكم يما. يلا ركان فيك ساكت يا يما؟ من طلعنا ولا بطلت حلجك ولا تكلمت؟ مو عوايدك سولف، شو السالفة؟ ساكت ما قلت لي البنت عجبتك يا زتلك تحكي يا يما. زينة يما، زينة زينة البنت، مبين عليها ضربة. شفت أمك، أمك هي إيه اللي تعرف ذوقك، هي إيه اللي تعرف شو تنقي وش تختار لك. بس الله يخليك لي يا غالية. ويخليك لي يا يما، واشوفك يا يمه معرس ومستانس مع مرتك يا يمه، والله يوفقك ويا عبير، اشوفك سعيد ومتهني ان شاء الله يا رب. يا
لطيفة. هلا عمي. هلا يبا. شو مقعد اسأل هزة؟ عمي ناطرة عزيز بنطلع نتعشى. لا؟ زين سوون. يلا يبا. ركان يمه حياك يمه حياك خليك يمه خليك مسدح ايش فيك ركان انا جايتك يا يمه وابي الخبر الاكيد والنهائي في موضوعنا بخصوص عبير يعني اي يا يمه ترى فشله لازم ارد على الاوادم موافق يمه صدق عسى مبارك وسعيد يا ربي الله يبلغني فيك يا ربي بس أقول لك عاد ركان دير بالك تليفونات ماكو طلعات ويايات وروحات وعشيات هذا ما يمشي عندهم هم ناس ملتزمين ومحافظين وما يحبون هالسوالف وأنا تحت أمرك يما يا بعد قلبي أنت يا بعد روحي يا يما خلاص يما أنا باشر إن شاء الله بدق على أم عبير وانت باصر إن شاء الله وانت شاور وأعطيك خبر اللي تشوفيه بعد روحي بالمبارك يا قلبي بالمبارك أنا خالتي أنتي للحين تنطرين؟ إي خالتي يمكن صار له ظرف ولا انشغل عشان كذي ما وياه كلمتك؟ دقيت عليه كذا مرة ما يرد تلفوني وين حطيته؟ هالولد ما عنده احساس ولا ممكن يكون عنده احساس في يوم من الايام انا من شفتها تنطر في الصاله قلت اكيد مو هو جاي لها هيا انا اوريك فيه انا اوريك فيه شغل الله اذا ما كسرت راسه مالي بنت امي وابوي تكسر راسه وهو بيوصل ل40 الو هلا عبد العزيز انا بفهم وينك مو حرام عليك البنيه واقفه تنطرك من الساعه 7 الى الساعه 11 معقول اللي قاعد تسويه يا يمه ما عندك احساس مو حرام عليك اللي ما يحس فيه اقرب الناس له ما يحس بحد اسمعني ما علي الحين هالكلام كله انت تاخذها وتطلعها مالي شغل وين وكل شيء مسكر انت تصرف واللي يرحم والديك سوي اللي قلت لك عليه مع السلامه شان خليتيهم يحلوا مشاكلهم بروحهم ما اقدر اسكت كل شيء ولا لطوف يوم انك تدرين ان ولدك كذي ليش قرأت البنية فيه؟ أنا قرأتها أنا كنت شاريتها ولدي شاريها وما زلنا شارينها بعدين ما عليك من عبد العزيز صدق إنه عصبي لكن قلبه حنون يا ربي إيش أقول أنا أقول المينون يعقل والأم اللي يتوب والبخيل يصير سخي ليه صارت مرتحلوة ومداريته أنا ما جبرتها ولا جبرتها كل شيء بإرادتهم موافقتهم
لا طفتي لحين قاعدة ما بدلت هي مو تقول قاعد تنطريني لا كنت مبدلة بس بدلت أخاف مشغول قلت ما بأخرك والله أنت لما دقيتي علي التلفون ما كان يمي ما سمعته إيه بس سمعت تلفون خالتي إيه لما دقيت علي أمي بالصدفة كان التلفون بيدي واتصلت ورديت عليها إيه زين تسوي زين رديت عليها يلا يلا مشي مشي بدلي خلنا نطلع لا خلاص بعد ما تسوى وديك مكان وايد حلو مو طبيعي عجيب لا 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 مشكور مرة ثانية إن شاء الله امشي هي لطوف امشي لبسي ترى مو لايق عليك تزعل لا خلاص صج بس مالي خلطة امشي 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 خلاص عزيز امشي بدلي وانا بقعد نطرش تحت ها لا تبطين بسرعة ها ان شاء الله شكرا احلى موز بالحليب عاد الموز بالحليب عقب الشاورما مو طبيعي مشكور عزيز خير خاطري قاعد هني واجاب لك صدق هل خل احط لك الكرسي أعطيني يدك شكراً عجبك؟ الحين صار أحلى موز بالحليب على جمعة عبد العزيز سامحين اني انا جايتك بهالوقت بعد قلبي يعني ما اخذت منك موعد ولا كلمتك كذي جاي ادرع عليكم ايش دعوه عاد انا كنت ناويه اطلع ما يخالف امريني حبيبه قلبي حبيبه قلبي ما يامر عليك عدو يا حبيبتي حبيبتي انا بروح ان شاء الله الحج بسوي فريضه الحج ان شاء الله الله يتقبل ان شاء الله منه ومنك يا بعد روحي بس يعني انا رايحه مع اخوي بحملته ان شاء الله وراكان ما اقدر تاخذه معاي فمن كذي قلت يا يما مسلمتك بايد رب العالمين وإيد يارتنا شيخة وي تامرين أمر حطة بعويناتي تسلم عيونك يا بعد قلبي لا خلا ولا عدم بس عاد أم عبد العزيز ترى أنا ماني قاعد أسبوع بقعد 20 يوم إن شاء الله تقعدين هناك تجاورين حياها الله وبحطة بعويناتي ما قصرتي ما قصرتي وأنا إن شاء الله باكر من الصبح باخذه ويبغى غريضاته ويا عندي إن شاء الله إن شاء الله حبيبتي يا بعد قلبي أدعي لكم إن شاء الله إن شاء الله أدعي لكم يا الله يحفظك يلا مع السلامة مع السلامة مشكورة مشكورة مع السلامة مع السلامة سلام وين ركان؟ موجود يدرس أعطيني أنا شكرا عبدو دخل أغراض المطبخ معاها روح روح ورا وين تحط حاضر يا فندم السلام عليكم هلا وغلا هلا ابو وليدي ركان شلونك امي زين خاطر الحمد لله عساك طيب كارم ايوه انا بشي ثاني مو الحين بعدين 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 خليك شلونك وعد دراسه تبيني اساعدك بشيء ادرسك شيء لا مشكوره خالتي زين ما وريتني شهاده الحين وقت يبون الشهادات ما وريتني سويت اشوف بيض الوي ولا إن شاء الله إن شاء الله تبارك الرحمن شنو هذا ركان يمه شنو هذا كلها علامات كاملة عفية على وليدي الحلو يا حلاته 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 يا حلاته
وتقول لي انت شنو تبي صح حبيبي خش هان وانا بروح اشوف المطبخ وارجع لك مره ثانيه يلا اكل اكلك ما شاء الله تبارك الرحمن يلا بسرعه ما صار ملح شويه من حطي يلا خل اقول لك اكل ماما حبيبي انا شفت الهدوم مو نظيف وايد غسليهم عدل واكو شيء على الايد وثاني حطي غساله يلا روحي طلي طلي هناك حطيت الغساله انا بدالك هذا اخر عمري احط غسالات ثانيه قطيعه حبيبي ترى هذا طباخنا لا يعلى عليه هبل يلا اكل يلا هيدا بوسك هذا عشان اشجعك اكل معك عافيه خالتي هلا للطوفة هلا امي ها شكل الليلة صباحي الظهر انا معك الليلة بنصير سوير الليل ويا خالتي خالتي عاد انا كل يوم سوير الليل يقولون المهموم هو اللي تجزعين عن النوم ايش فيك ما فيني شيء خالتي بعدين دانكم دار مداري اسم الله علي من الهم أنا كل يوم أنزل هني بروحي وما ألقى أحد واليوم لقيتك أنت شفيك أنا قعدت بريحاتي مشتهية قعد بروحي قعدت أتذكر بطلت الصندوق المبيت على ما يقولون والله عاد خالتي أنا موت على سوالف العتيجة لا 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 ما هي عتيجة ما طالع علي قعدت أقارن بين عبد الله اللي خطب بالسومة وبين راكان ولد لولو ما أدري ليش هالحكي ما أقدر أقوله لا البسومة ولا الأبوها لكن أنتي أقدر أقوله لك وأنا مرتاحة تذكرت سنين وبنين لما كانت تربطني علاقة تيرة وعلاقة صداقة مع لولو أمرا كان ليش طلع على بالي تذكرت كم موقف معاها لكن اللي ما يغيب عن الذاكرة ولا عن البال شيء واحد شيء وايد مهم ما أدري ليش الحين تذكرته وكنت غافلته أخلاق ركان أدبه حبابته سنعه اللي يكون سنعه وهو صغير بيظل سنع لين كبر أكيد أكيد والنعم فيه وفي أمه لولوها صدقين قاعد تقارن أقول اللي خطب بس مع عبد الله ما نعرفه لكن قبلنا فيه على حج الناس وهذاك أنا عارفته وخابزته شبه مربيته إحنا الموضوع تسكر وردينا ليش أفكر هالأفكار بس شي يجر شي لطوف هالكلام بيني وبينك ما بيوصل بس بيظل بيني وبينك مساك الله بالخير يما هلا يما هلا مساك الله بالنور تعال يما ركان تعال ناخذ انتباه صار بالشبكة يا يما فيك واقف يا يما قاعد اي واحدة عجبتك ما ادري ما اللي تشوفينه شنو اللي اشوفه يا يما انا ابي رايك انت يما انا ما قعدت ويا البنية ولا اعرف شنو تحب ولا اعرف شنو اللي ما تحبه ما شاء الله عليك لا اله الا الله لا اله الا الله عليك يا راكان محمد رسول الله يا راكان انت حم مالك شغل في البنت انا ابي ذوقك انت ذوقي من ذوقك يما انا اقول الالماس حلوه خلاص الالماس حلوه خلاص يما يعني تمينا على الالماس اللي تشوفينه يما اللي رايحك
حول ولا قوة إلا بالله. ها؟ هو العروسة للحين ما خلصت. خلي يصير عندي نصيب أول علشان أصير عروس. بسم الله عليك الرحمن الرحيم، إن شاء الله يا أمي بيصير عندك نصيب. إن شاء الله حبيبتي، أنا متأكدة إن عبد الله بيوزلك وبيصير وفاق بينكم. إن شاء الله. ما دريتي عن ركان ولد مركان، ما شاء الله عليه هدينا مني وقلنا له أنا بيك وراح جبك وخطب مني. اشتريت إنه خطب. هم شفت الزينة على بيتهم ومشكونة قطيعة. هالصبيان يقصون على هالبني كلمتين وبعدين كذا عذبة عيايرة. يلا الله يوفقهم إن شاء الله. والله يوفقك أنت إن شاء الله وتزوجين قبله. يما ولي سلمك أنت بلشتي توتريني. إيش حق يا ياتلي الحين قاعدة تقوليني وتحاكيني عن ركان؟ أنا إيش دخلني فيه خطب ولا ما خطب؟ يما أنا بعد ساعة بيجيلي خطيب الحين قاعدة تحاكيني عنه، كلش مو وقته. إيش دعوة إيش دعوة؟ علامك وارمة كذي لهالدرجة تنفعلين إذا يبنى طاريه؟ يما أنا ما أدري ليش أنت قاعدة تكلميني بهالكلام الحين. ما له لزمة، سوالف كذي طرى على بالي قلت أقول لك. وأنا ما همني أسمع عنه شيء، لا بزين ولا بشين. يما أنت ما قاعدة تسولفين معي، أنت قصدك شيء ثاني من ورا هالحكي مو ركان. والله يا بسمة اللي واثق من نفسه ما يهمه شيء. أنت إيش منه خايفة؟ يما أنا مو خايفة، بس الموضوع هذا مو وقت نتكلم فيه الحين. أنا ما أدري عن ركان ولا بيسمع اسمه. ليش؟ شو مسوي لك أهو؟ إيما ولي سلمك لا تقعدين وتستفزيني زيادة. أنا ماني قادرة أتحمل ضغطك أكثر من كذي. أنا مو قصدي أضغط عليك. وأنا ما قلت هالكلام عشان أضغط عليك، ليش أضغط عليك؟ أنت بنتي غريبة عني، أنت بنتي مني وفيني، شو أضغط عليك؟ لكن صراحة أنا أي شيء يخصكم يا إما أحتر وانقهر وانفعل، مو علشاني أنا، علشانكم أنتم، علشان أدور مصلحتكم. أنا دايماً كذي ما أكذب نفسي، شو أسوي؟ أنا أعترف وأقول أنا ما أكذب نفسي. ليش مرة يسموني مرات الملسونة والقشرة، شيخ القشرة، ما يقدرون يقولونها قدامي لكن يقولونها من وراي، تدرين ليش؟ لاني دائما اذا انفعلت ما اقضب لساني واطلع كل اللي بقلبي. وبالنسبه لك يما انا لو ما اخاف عليك وابي لك الحظ الزين ولا ما قلت كذي، تدرين عاد انا ليش سويت هالقصه؟ تدرين؟ انا سويت هالسالفه عشان اعرف للحين هو بقلبك ولا بس خلاص. معقوله يما انا ضغط عليك وانت بنيتي وقطعة من يوفي، بس خفت يخرب عليك الخطبة. ما يقدر يما، هو راح حق اللي تستاهله مو أنا. بسوم في شيء؟ يعني ما تدرين ايش فيني؟ لا والله ما ادري ايش فيك. منو اللي كل مره يدشني يسمعني كلمتين بالعظم تجويني فيها وتطلع؟ بسوم حبيبتي لا تكدرين خاطرك، ترى اليوم خطبتك يعني فرحة مو كدر. بعدين ما تعودتي؟ شلون اتعود وهي كل يوم قاعدة تفاجئني بشيء جديد، تحسسني كأنه في شيء أنا خجلت عنها وهي راح تعرفه. ترى خالتي تحبك وتموت عليك. أمي تحبك انتي بس. بسوم لا تقولين كذي، ترى انا اتضايق.
هذه أمك، أنا عمري ما فكرت أخذ أمك منك. أنت بنتها، ترى بالنهاية أنا بنت أختها. صدق إن هي تحبني وتداريني وتحاتيني، لأنها تعطف علي، لأن أنا أكسر خاطرها. كان زين أنا بعد أكسر خاطرها، كان زين يصير فيني أي شيء علشان أكسر خاطرها وتحبني. بسم الله عليك، لا تقولين كذي مو زين. لا، وآخر شيء انهارت. أول مرة أسمع أمي تعترف بغلطها، أول مرة تعترف إن لسانها وخر كل الناس عني وعنها. عورت قوي، بس بنفس الوقت دامج تدرين إن هذا قاعد يغث الناس وينرفزهم. إيه ليش تسوينا؟ ليش دايماً أنت الصح وإحنا الغلط؟ ليش أنت اللي تفهمين وإحنا الغشام اللي ما نفهم شيء؟ أنا ما أقول إلا الله يهديها، الله يشفيها. بعزم وسمية وبناتها، وبزة وبناتها، وفوزية وبناتها، وليلى بعد ما راح أخليها بعزمها، لأن بعد قلبي ما تقصر، كل مناسبة عندها لازم تعزمني وأنا أروح أوجبها. أقول يمه، ما إحنا رايحين نشتري كرفاية؟ ليش يمه؟ أحس إنه ما له داعي. شلون ما له داعي يا ركان؟ تبي البنية تدخل علينا بأثاث قديم؟ ما فافي ما في شيء، يعني كلش مو محتاج انه يتغير. لا وخزياء، لا ما يصير، مو حلوه، فشله. ما ادري يما اللي تشوفينه، مع اني احس انه كلش هالشيء مو ضروري. خلاص يا راكان، اعتبر الكرفايه هديه مني انا. كم راكان عندي؟ لا يما عسى راسك سالم، انت مو مقصره معي. انا ان شاء الله باكر اروح اشتري، بس اللي اشتري كرفايه بس ولا غرفه نوم كامله؟ لا يما، خذها طقم مره واحده. يا حلات عاد لمن العروس تدخل يا يمه، الكومودينو والتسريحه كله طقم واحد، هذه عروس خلها تستانس. ان شاء الله ان شاء الله يمه. وبعزم شيخها وبنتها وشنتها. شنو يمه؟ بتعزمينهم؟ يعزمهم جيراننا، فشله. شنو اللي جيراننا يمه؟ ليش تفشلين نفسك معاهم؟ ما راح يجون. يا يما، احنا بنعزمهم وبنقدرهم وبنحترمهم، بيونا حياهم الله، لهم العين اوسع من المكان، ما يبون يجون، كيفهم؟ ما ادري، ما انا احس اني كلش مو مرتاح. اي ليش مو مرتاح؟ شلون يما نعزم ناس رادينا؟ احس اننا قاعد نعطيهم حجم اكبر من حجمهم. لا اعطيناهم حجم اكبر من حجمهم ولا شيء يا يما، ما اعطيناهم الا كلمه السلام. السلام عليكم وعليكم السلام. المرأة تصبح علي وصبح عليها، ولا صار عندها مناسبة يا يما توجبني وتعزمني، وأنا بعد الحين عندي مناسبة بوجبها وبعزمها. يا ربي، خطبة ولدي الوحيد ما تبيني أعزمها؟ بعدين هذول يراننا الباب بالباب طول عمرهم يا يما، ما شفنا منهم شر. لا 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 لا، أنت ما تقوم تتخربط بالحكي. اللي رايحك يما، اللي رايحك، سوي اللي تبيني. بسوم، ايش رايك بالولد؟ ما قمت احس بشيء من كثر ما انخطب وافل، انخطب وافل، خلاص لا عاد شبتي. لو اتم كذي بدون زواج احسن لي. تعوذ من ابليس، ترى مو زين هالحكي.
والله لطوف، قمت استحي قدام الخدم افتشل، كل ساعه كاشخه ولابسه ونازله، كل ساعه جاي واحد يخطبني، ايش فيني للحين ما تزوجت؟ بعد هذا النصيب مو بيد احد. تدرين شلون؟ انا شكلي بهون. اي ما ابي اتعرف عليه ولا ابي اكلمه. تعوذي من ابليس، انت للحين ما تعرفين الولد، تعرفي عليه وبعدين اخذي قرارك. انا من صدق قاعده اتكلم، هالحكي طالع من قلبي. لا مو من قلبك، ما في بنت ما تبي تتزوج، بس انت قاعده تدلعين. خلاص واللي سلمك خلاص، انا لا عاد جبتي ومليت. كرهت السيره. هذا تليفونك؟ اي. شوفي بذمتك مدى يطلع من هنا علشان يتصل ويسولف؟ يرد يشوف ايش يبي. ما بي، ما بي ارد، مالي خلق احد. مو من صدقك، بس هو مش فيك اللي فيني خطبة ركان. تصدقين عاد ما عندك سالفة؟ كانت اسم الله عليك انخطبتي، ما يصير بعد الريال يوقف نصيبة. اي بس ليش كذي؟ ليش بهالسرعة؟ لطوف أنا مو بيدي إذا يا واحد يخطبني، بس هو ريال، ليش مستعجل؟ سمعيني بسون، أنت ما تعرفين ظروفه، خصوصاً بعد ما خالتي ردت عليها وسكرت الباب وياهم. يمكن أمه حنت عليه، يمكن هو مستعجل على الزواج. لا تفكرين بهالأفكار. قال الحين اسم الله عليك انت انخطبتي، كلمي شوفي، يمكن الله يوفقكم ويكتب لكم كل خير. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. تدري احسن شيء انت سويتي خذيتي ولد خالتك رابيه وياه، وتعرفينه وتعرفين طبعه، وكافي انه هو يحبك وحط تاج على راسه. نصيب الحمد لله. قلت شيء ضيق خلقك؟ لا حاشا ما قلت شيء غلط. سمعيني حبيبتي، ترى عبد العزيز اخوي لسان على الفاضي، قلبه ابيض، قلبه قلب اسمك مثل امي ويحبك. هي ادري عشان كذي انا ما حاسبه. بينني قعدتك يرد عليها شوف ايش ما بي فظيع شنيع. عفية عليكم، الله يوفقكم يا يما، الله يوفقكم. الو. هلا لولو. هلا والله. هلا ام عبد العزيز، شلونكم؟ شلون ابو عبد العزيز والعيال؟ كلكم زينين ان شاء الله؟ بخير، عساكم بخير، انتم شلونكم؟ الحمد لله، الحمد لله، الف حمد وشكر، الحمد لله، نشكره على فضله، الحمد لله. اقول ام عبد العزيز، انا داقه عليك عشان اعزمك على عرس ولادك راكان. اي بسويه ان شاء الله في البيت، يعني بين الاهل والحبايب. عاد قلت اكلمك وان شاء الله تشرفيني انت ويا البنات. اي بالمبارك، بالمبارك، الله يتمم عليه ان شاء الله، ومشكورين على العزيمه. يا بعد قلبي، يا بعد قلبي، الله يوفق عيالك ان شاء الله يا حبيبتي. عاد لا تخلوني يسلم عمرك يا ام عبد العزيز. مشكوره، ما قصرتي، والله يوفقه ان شاء الله، الله يوفقه. مع السلامه. صباح الخير خالتي. هلا يما. هلا صباح الخير. خالتي قاعدة بروحك؟ قاعدة أقرأ أخبار ريلك. أقول اتصلت فيني لولو يا رتمة، عزمتنا على عرس ركام. إيه بس مو كنا بسرعة. إيش ترى يعني؟ ليش خلق تروحين؟
والله ما ادري خالتي، انت اذا بتروحين بروح معك، اذا بتقعدين بقعد معك. والله ما يندرى اروح ولا ما اروح، بس هي قالت لي انت والبنات اثنيناتهم، فاكيد تقصدك انت وبسومه. بس انا بسومه ماني جايبت لها سيره ولا انا قايله لها، وحتى انت لا تحجين. اي لا لا تحجين خالتي، بس هو متى؟ يوم الاثنين. اذا عزمتي قولي لي. وي اذا عزمنا عاد ايش يبي لها؟ نلبس اي شيء ونروح، ما نبي كلافه، علي عليهم. واذا ما عزمنا نروح ولا اشتهينا ولا ما بقينا اطرش لها قوزي وخلاص. اي زين تسوي خالتي؟ اي مهما كان يراننا وعلي ما يصير. واجب. السلام عليكم. يا هلا بسعادة النائب. يا هلا عمي، شلونك؟ محترم، الله يسلمك. حياك حياك، تفضل تفضل. شلونك؟ شلون الوالد؟ والله الحمد لله الوالد بخير، انت بشرنا عنك. عسى ان شاء الله. الحمد لله. ها شلونك ويا البرلمان؟ عسى مو غالبينك؟ لا ان شاء الله ما حد غالبني، الله بيعيننا ان شاء الله. الله يعينكم الله يعينكم. الله يسلمك عمي، انت شو اخبارك؟ عسى امورك طيبه؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله، عسى دوم ان شاء الله. كلمتني مع عبد الله تقول متى يجون الريايل؟ خلى شاور سعود وبعدين اقول لك. يعني انت الحين سعود للحين ما قلت له؟ تبين الصدق؟ كنت ناوي اشاوره، بس يوم اني تذكرت ان كل مره اقول له وتخرب السالفه قلت خل اصبر هالمره حتى نتاكد، لكن يوم انها وصلت للريايل اقول له ان شاء الله. اكيد بيعلم يسرى. زوم يعلمها. يعد ما يصير، هم يعرفون عنا كل شيء واحنا ما نعرف عنهم اي شيء. ما يصير، عندنا اهل لازم يعرفون. عموما لا تقول لهم الحين ولا تقول له، خاف يعلم مرته لين يتفقون الريايل عشان لا تعومس. ان شاء الله. روحها كامله لبنيه، كل ما انخطبت تعومست، كل ما انخطبت تعومست، وسبه عين بعض ناس. ايش قلت؟ ترد عمك؟ والله ما ادري ايش اقول لك يا عمي، صراحه ما اقدر، ما اقدر اتجاوز صلاحياتي او اخالف مبادئي. الدنيا كلها ماشية كذي، انت اللي من تراد تسوي. الناس تسوي اشكره وناس تحت الطاوله، الله يهداك. بس من تراد تساعد جماعتك اللي وقفوا معاك؟ من تراد تساعد عمك؟ عمي وقفتكم وياي على العين وعلى الراس، لكني صدقني ما اقدر، اسمح لي ما اقدر، ما اسويها انا، الكل يدري اني ما اسويها. عبد العزيز انا ماني غريب، بعدين المنفعه لي ولكم. عمي اللي تامر فيه انا حاضر، إلا هالشيء هذا، اطلب مني اللي تبيه أسوي لك إياه، لو تبي عيوني أعطيك إياها. اسمح لي عمي ما أقدر، أنا ريال بالمجلس وما أبي أحد يمسك علي شيء، ترى أنا داش المجلس بنية صافية يا عمي. أفا صج ما منك فايدة، أنا قلت الحين ولد أخوي بيساعدني بيوقف معاي، بس دشيت المجلس نسيتنا. شوف الناس اللي توقف مع أهلها وتساعدها، الله يهداك. بس الحين أنا بسألك سؤال، لو ابوك طالب هالطلب هذا ترده؟ اي نعم، حتى لو ابوي طالبني ارده. سجنك ياهل وما كبرت، هذه تصرفات ريايل. انا عندي موعد عمي، ترخص. تعال ايش فيك؟ ما تقدر توايه، لا تهرب. هلا يما. هلا يما. هلا. ايش فيك؟ مضايق شوي. مبين عليك؟ ايش اللي مضايقك يما؟ قولي. ابوي وين في؟ ابوك بغرفة الاكل. تعال يما بيت شوي. تعال يما تعال. ايش فيكم؟ ايش اللي مضايقك تحجة؟ يما انا اليوم سويت شيء وما أدري إذا اللي سويته عدل ولا لا. شوف يما، إذا ما ظلمت ولا أكلت مال أحد ولا أكلت حرام لا تعطي شيء. يما أنا اليوم رديت عمي سعود، ناداني وقال تعال بيك بموضوع، للأسف وعيب علي أتكلم على عمي، لكنه يبي يستغل مكاني.
يبي يفتك من شركاته وبيعوض خسارته على حساب ديرته وحسابي. صدق كنت متوقع هالشيء، متوقعته من زمان. سعود ما حد يعرفك كثري، لا يحلل ولا يحرم. أكسبوك الله يوالي العافية، ماكو أطيب منه ولا أنظف منه، شتان بين هذا وهذا. أبوك ما يأكل حرام ولا يحكي على حد ولا يغلط على حد ولا يفكر تفكير شين في حد، ولا يعطي رزقه ما ياخذها، لا لازم يشارك الباجين فيها، يشارك سعود ويشارك عيال عمه ويشارك الأولي والتالي. أم عمك سعود للأسف طول عمره مو نظيف، طول عمره مو سوي، بلاح البيزة. لكن سكوت أبوي ساعات يكون سلبي يما. علشان كذي أبوك الله وفقه، وهذاك ما ظنتي بيتوفق، وبتشوف. زيني ما تهجين لو أقول حق أبوي بيزعل؟ لا لا لا، هالشي ما يزعل. أنا تروالي لو ما قلت له بيصير العكس. حتى لو الواحد يبي يغير ويبي يصلح، أكو ناس ما يخلونه يا يمة، ما يعطونه فرصة. يمة عبد العزيز، أنت لما أقدمت على هالخطوة كنت عارف ومتأكد، وكلنا كنا متوقعين أن بتشوف نماين من هالنوع، بتشوف أشكال ورناك، وايد ناس منضاف يبون يأخذون ما يبون يعطون. صدهم صدهم مرة واثنين وثلاثة، بيعرفون إن الله حق وإن اللي يطلبونه شيء مو صحيح وغلط. إحنا ما ربيناك على الحرام، أملنا فيك وفي أمثالك إن نضاف اللي يخافون على ديرتهم مثل ما يخافون على أعراضهم، ويخافون على حلالها مثل ما يخافون على حلالهم. يا يمه البار بديرته مثل البار بأمه. عبد العزيز الوطن أم وترابه بيتنا، ما عليك منه، ما عليك من أحد. اللي أنت مقتنع فيه صح سوى، كمل طريقك، خلهم ينبحون حواليك وانت مش سيدة. سيدة لا تلتفت لحد، سيدة يا عبد العزيز. ساعات ما أفكر وأقول شاء الله حاتني على الشقة، وساعات لا ودي أسوي شيء. لا سوي شيء اللي بصالح ديرتك وهلك وناسك سوى، بعدين لا تيأس من أول الطريق يا يمه، مو صحيح. أنت شاب وتوك والمستقبل قدامك وعندك آمان وأحلام وايدة تبي تحققها، تيأس من أولها؟ لا لا مو صدق. لازم يا يمه لازم تتعب شوية وتتحمل شوية، لكن بالآخر لازم تكون قوي وتفرض اللي تبيه على الردي اللي ما يستاهل يعيش على ترابه. تسلم ايدك يا بنيتي. يسلمك عمي. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا يمه. عسى ما برد غداكم. لا يمه. علامك تاخرت يبا. ماكو شيء يبا، مشغول شوي. يبا احط لك شوربه؟ اي بوي. علامك عبد العزيز. ماكو شيء يبا، سلامتك. ما في شيء زينه. تونا فوق قاعد نسولف انا معاه، ما بقى سالفه ما قالها لي. ويت سيرة اخوك سعود، عاد يقول عمي سعود ماكو مثله ولاكو مثل اخلاقه. ايه طيلة مرقة، طيلة مرقة يمو، طيلة مرقة. يبا قبل لا تروح دارك بغيتك بسالفة. صار يا ولدي. انطرك فوق بالصالة ها؟